اي مرحبا بكم في مسلسل هذا الكيتشن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته احبائي الكرام. اليوم اذا درجه جديده هو المطبخ الانجليزي. السلام عليكم ورحمه الله يا احبائي، اتمنى ان تكونوا بخير. سو وي هاف باول، هي الصحن، وكول ات باول. يو كان سي ا باول اوف سوب. ذن وي هاف ا باكيت، باكيت هو السطل، وسي باكيت. ا كوكر، وسي كوك هي اطبخ، وسي كوكر هو الفرن. كوفي ميكر، صانع القهوه او ابريق القهوه، كول ات كوفي ميكر. ميكر هو الصانع، سي كوفي ميكر صانع القهوة. كاب اند الصوصر، كاب هو الكأس، اند الصوصر هو صحن صغير، وكول ات صوصر. كاب اند صوصر. ا فورك، فورك هي فرشاة، كول ات فورك. وي هاف ا نايف، هو سكين، نايف. ا بيج سبون، ملعقة كبيرة، وكول ات ا بيج سبون، سبون. تي سبون، ملعقة الشاي، وكول ات تي سبون. تي هو الشاي، تي سبون. فريدج، فريدج هي الثلاجة، المبراد we call it freezer، البراد we call it freezer، and we have fridge هي الثلاجة. We have frying pan هي المقلاة، المقلاة we call it frying، frying هو القلي، frying pan، pan هي مقلاة، أي مقلاة we call it pan، frying pan مقلاة القلي. A glass هو كأس زجاج، we call it a glass، glass لوحدها we call it هو الزجاج، تقول a glass هي one glass، كأس واحد. We have a hoover. A hoover هي شفاطة كهربائية، مكنسة كهربائية، we call it a hoover. We have an iron. Iron هو والمكوات، مكوات الملابس، we call it an iron. Iron مصلوح، مصلوح مكوات. Iron. Iron board هي الطاولة التي نكوي الملابس فوقها، we call it ironing board. Ironing board. We have kitchen scale، ميزان المطبخ. Scale هو الميزان. Kitchen المطبخ. Kitchen scale. We have a kettle. A kettle هو الإبريق. إبريق تسخين، وكول ات a kettle. نقول المقراج في لغة العامية، مقراج هو إبريق. Teapot إبريق شاي، وكول ات teapot. Teapot إبريق شاي. Cozy وغطاء الإبريق، وكول ات cozy. Then we have mop. Mop هو نشاف، الذي ينظف به الأرض، نقول له في اللغة العامية المغربية جفاف، جفاف هو mop. Then we have microwave. Microwave هو فرن إلكتريك، فرن كهربائي، we call it microwave. Microwave. We have a mug. Mug هو كأس بمقبض، we call it mug. Laundry basket هي سلة التصبين، سلة الغسيل. Laundry basket. We have plate. Plate هو صحن كبير، we call it plate. We have tray هي صحن الذي نحط فيه الأكل، نقول له tray. And we have plate هو صحن كبير. Cooking pot. Cooking pot هي طنجرة، صحن نطبخ فيه الطعام، we call it cooking pot. Then we have scrubbing brush. Scrubbing هو حك. Scrubbing brush هي فرشاة التي ننظف بها المنزل، و call it scrubbing brush. هي بدها تحكو بها الدار، الشطابة اللي تحكو بها الدار، و call it scrubbing brush. We have tap هو الصنبور، الروبيني. Tap or you can say tap or you can say faucet. We have toaster. Toaster هو الذي يحمص الخبز، آلة تحميص الخبز، وذاك تي تحمرنا الخبز، نحطو فيه الخبز تحمرونا. We have washing machine. Washing machine هي ماكينة تصبين، آلة تصبين، وكول ات washing machine. آلة غسل غسل الأواني، وكول ات dish machine. Dish machine not washing. Dish machine. We have washing machine. Then we have clothes. Peg. Peg هو مقبض الملابس، والمقبض كلوز، ملابس كلوز بيج. حبل الملابس وقول ات كلوز لاين، لاين هو الحبل. ديشز الاواني، ديشز. لادل هي الغرفه، غرفه وقول ات لادل. ايبرن هي ملابس المطبخ، قول ات ايبرن طابليه الكوزين. بريد باسكت خبز، سله الخبز، بريد والخبز، باسكت هي سله. Bread basket. Then we have spice containers.
اشياء نحطوا فيها التوابل، كونتينرز هما الاول دوك القراعي، بواطات، اي شيء نقول له كونتينرز، سبايس كونتينرز، سبايس هما التوابل، سبايسز، جريتر هي حكاكه نحكوا فيها الطماطم او الخيار او الجزر، نقول له جريتر هي حكاكه. وي هاف كولندر، كولندر هو الكسكاس اللي نكسكس به الكسكس. وي هاف كولندر، وي هاف نابكن، نابكن هي ال نابكن، نابكن سيرفيات، نابكن بالعربية هي فوطة صغيرة، نابكن. وي هاف اوفن جلوف، وما قوب صباعات الفرن، جلوف هي صباع، قفاز، قفازات الفرن، اوفن والفرن، اوفن جلوفز، ويسك والطراب الذي نطرب به العجين، وقولي ويسك، ويسك. وي هاف رولين بين، وميدلاك الذي ندلك به الحلوى والعجين، وسي رولين بين، رولين هي اضوير، رولين بين. دراورز هما المجورة، دراورز. تيبل كلاوث ملابس الطاولة، الشيء الذي نحطه فوق الطاولة وقولي تيبل كلاوث، أدب الطاولة وقولي تيبل مانرز، أدب الأكل. وي هاف فود مانرز، أدب الأكل. بوت بلانت، بوت بلانت هو الذي نحطه في نبات، نبات سطل أو إناء نحطه في نبات نقول له بوت بلانت، أي شيء إناء أو أي شيء نقول له بوت، بوت، بوت بلانت. ستوف هي غاز، بوطة، بوطة نقول له ستوف. بن هي سلة المعاملات أو مكان نحطه في الأسباب. بن فينول هو عازل اللي تنخو فيه الزيت وتنصفيه، وسي فينول. وي هاف بروسيسور، بروسيسور هو حافظ الطعام، شيء نحفظ فيه الطعام، بروسيسور. بيلر مقشر، نقشر به البطاطس، نقشر به الجزر واي شيء نقول له بيلر، تو بيل هي اقشر. وي هاف تشوبين بورد، تشوبين بورد هي الشيء الذي نقطع فوقه الخضر واي شيء نقول له تشوبين بورد. ذن وي هاف كان اوبنر، كان اوبنر هي الذي يفتح الكانيتات وال كانت. وي هاف كاتلري، كاتلري هما ادوات تقطيع السكين والفرشاة، قلت كاتلري. بلندر آلة العصر، هي ماكينة ديال العصير، ديال العصير، قلت بلندر خلاط كهرباء. ميكسين باول، ميكسين باول هو إناء نخلطه فيه شيء، ميكسين باول. وي هاف كوكري بوك، كوكري بوك هو كتاب الطبخ. ذن وي هاف جارز، جارز هما القراعي، قلت جارز. And we have bottles, maqray. So this was the lesson of today, English Kitchen. I hope you enjoyed it. I wish you all the best. Peace and love by Zach Kujibuji.